نشر كهف الجاهلية ينبض شعرا. عشطوط حلمي الهم صوبي ماج. والآن طبعا ننتقل لمتابعة آخر أخبار النشرة الفنية والزميلة الجميلة دارين. اليوم في عنا بالتحقيق رح نحكي عن كهف الفنون وعن الجمعة الحلوة اللي صارت بهالكهف الكتير عم بيزوروا الناس لشدة جماله وتعلقه بالتراث والتاريخ بالجاهلية. وبالنسبة للبانوراما الفنية رح نحكي عن باريس هيلتون وكليب جديد. رغم الانتقادات اللي تعرضت لها بالكليب الأول ما هم باريس هيلتون، هي بالنسبة لها صوتها كتير حلو وطربي أصيل. أما بالنسبة للليدي غاغا فرح نشوف سوا كيف تحولت من سيانس فوتو هي كتير فيها عادية وحتى بشعة لشي كتير حلو على كفر فوغ. فوتوشوب نشوف سوا. فوتوشوب. تفضل. إذن كهف الفنون يجمع أصدقائه في لقاء سنوي ويفوح شعرا بطعم الزيتون والسنديان. قويت صمتي سراج عحفاف السمر وغفيت عمري عوتر موجوع عشطوط حلمي الهم صوبي ماج مثل القلق هالبال جرو طلوع وقع صداكي عالرمل. احتضنت حديقة كهف الفنون في الجاهلية نخبة من الشعراء والمثقفين والإعلاميين ووجوها سياسية ودينية في أمسية ثقافية عبقت بالفنون الشعرية والتراثية، مظللة بديكورات طبيعية من خيرات القرية التي عانقت أغصان الزيتون. 20 عاما من التنقيب في كتبي أتلفت عمري بها، أستنزف العصبة. 50 عاما من التحصيل وأسفي، لقد تحكم في البلدان مرة سابا. إن غياب الكلمة وغياب الثقافة وغياب الفن بشكل عام والأدب هو أحد الأسباب المساهمة بوضعنا المتردي. نحن كل ما عززنا ثقافتنا وفنوننا كل ما ترقينا كبشر، كل ما حققنا إنسانيتنا اللي بعدها ناقصة. مع كل هالمشاكل الأمنية والطائفية واللي ما كنا بنحلم أنه لبنان يصير هيك، بكل أسف أنه لبنان صار هيك اليوم، أنه بعد في طاقة للنور اسمها الثقافة واسمها كهف الفنون. بطلب من الطبقة السياسية وطبعا نوجه تحية للمهتمين بشأن الثقافة من السياسيين، وبتمنى عليهم وعلى الوزارات دايما المعنية بالشأن الفني والثقافي والتراثي والبيئي انه يمنحوا دعمهم الأفضل لكهف الفنون ليظل يجرب يرفع اسم لبنان الحضاري. كاميرا الجديد جالت مع أصدقاء كهف الفنون في أرجاء متحفه التراثي الذي يحوي مقتنيات تعود إلى العهد العثماني ولوحات ومنحوتات للفنان غندي أبو دياب، واختتم اللقاء بعشاء كروي. وبدنا نشكر الإعلامية رانيا غرز الدين واللي هي بنفس الوقت بروديوسر النشرة اللي كانت هي مشاركة بهالتقرير الحلو.